طبعا الآن بدنا نجهزه للدهان. أنا بفضل إنه ندهنه وهو سخن، يعني نسخنه البوبين بالأول وبعدين نحط عليه الدهان، وبعدين يعني ندهنه. طبعا بنسخنه بنفس الطريقة على الجلولر، بنربط سلك، بنوصل سلك بين اللمات كلهم، نعمل تماس بينهم كلهم، وبنشغل الجلولر عليه شوية وبتلاقيه صار سخن بعد 5 دقائق أو 10 دقائق. طبعا أنا راح أسخنه شوي، عبين ما أسخنه راح أجهز خلطة الدهان. طبعا الدهان الخاص أو الورنيش الخاص بالبوبينات، اللي هو عبارة عن السائل والمنشف، بنخلطهم مع بعض وبنجهزهم الآن لغاية ما يسخن البوبين إن شاء الله، وبعدين نرجع ندهن. خلوني أجهز أنا الورنيش وأرجع لكم بعد ما يسخن البوبين إن شاء الله. طبعا والآن بعد ما سخن البوبين بشكل ممتاز، الآن بنبدأ وخلطنا الآن الدهان، بنبدأ نشغل الجهاز خليه يدور. لاحظوا الجهاز دورانه بطيء، احنا هاي الفكرة على أساس إنه ما يتكتل الورنيش في مكان معين حتى ما يعمل وزن ويصير عندنا ارتجاج أثناء التشغيل. هاي الفكرة إنه يظل البوبين يدور، ويعني كل ما أنا بدير عليه، طول ما أنا بدير عليه ورنيش والبوبين بدور على أساس ما يصير تكتل في مناطق معينة غير عن مناطق، على أساس ما يعمل وزن وما يعمل اهتزاز أثناء تشغيل البوبين. الآن طبعا بنخليه احنا مايل على أساس ما ينزل تحت الأسلاك والوصلات اللي على الكولكتور ويعمل عليهم فصل. الآن بنبدأ ندير شوي شوي هذا الشكل على البوبين. طبعا بننزل جوا المجاري على أساس إنه يمسك الورق التسكير اللي سكرنا فيه المجاري. على مهلك شوي شوي والبوبين بدور معاك، ونصير نوزع وندهن جميع الجهات والأطراف في البوبين. طبعا هاي الطريقة وعشان البوبين سخن بتخلل من خلال المجاري وبينزل على المنطقة اللي من تحت، يعني حتى ما في داعي ندهنها المنطقة اللي من تحت. الآن بتشوفوا كيف الورنيش صار وصل للمنطقة اللي تحت، وهاي فايدته انه الورنيش بدخل جوا المجرى وبوصل للسلك اللي داخل المجرى بشكل أفضل وأحسن من أي طريقة أخرى بصراحة. وهاي الطريقة يعني أعطاني إياها الأخ الفاضل صلاح خدرج أخونا وحبيبنا، طلع معاي بإحدى الفيديوهات، فهاي الفكرة من عنده، هو أعطاني إياها الفكرة هاي. ربي يبارك فيه ويحفظه. طبعا شوي شوي بتوصل على كل المناطق على أساس إنه يثبت ويوصل حتى عمق البوبين، العمق يوصله، لكن انتبه إنه يجي جوا الوصلات على أساس ما يعمل لنا فصل ويصير عندنا مشكلة في ملف مش موصل أو شيء. لاحظوا البرنيش، يعني ما بعرفش اذا مبين بالكاميرا، صار البوبين ينقط من تحت من الجهة الثانية، هذا بدل انه البرنيش دخل من خلال المجاري وخرج من الجهة الثانية، يعني البرنيش بوصل لجميع لكل السلك الموجود في البوبين بالكامل، وهذا المطلوب. طبعا نرجع بنأكد على المجاري شوي. طبعا كمية قليلة لكن بجوز تبين معاكم كثيرة، لأنه أنا بدير بشيء بسيط جدا. لاحظوا يعني حتى بجوز الخيط أو خط الدهان مش مبين معاكم،
ما اعرفش اذا مبين ولا لا. طبعا هيك انتهينا. لاحظوا هنا المنطقة هاي اللي بتنقط، المنطقة اللي من تحت لاحظوا كيف الورنيش وصلها بالكامل. الآن بنظف الحديد على السريع قبل ما ينشف على الآخر. على أساس ما بدنا أوزان زيادة. خليه شوية يدور لغاية ما يوقف تنقيط أو لغاية ما ينشف شوي ويتماسك الورنيش على أساس ما يعملنا تكتلات. بخليه شوية وبرجع لكم أنا إن شاء الله. طيب أنا بخليه يبرد وبعدين نرجع للتنظيف ولا على أساس إنه نفحص ونشغل ونجمع ونشغل ان شاء الله. بديش اطول انا بالفيديو هذا، فبنخلي التجميع والتشغيل والفحص في الفيديو الاخير ان شاء الله. خليكم متابعين معنا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.